معكم الدكتور هلال، يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. قبل كده عملت لكم فيديو عن الجهاز البولي اللي هو الكليتين والأعضاء الملحقة بهما من الحالب، اثنين حالب والمثانة والإحليل أو اليوريترا. كليتين والأعضاء الملحقة بهما من الحالب، اثنين حالب والمثانة والإحليل أو اليوريترا. واتكلمنا ازاي الكلية أهميتها ايه، وقلنا ان الكلية دي تعتبر من الأجهزة اللي في الجسم الديناميكية جدا، أكثر الأجهزة نشاطا في الجسم ومن أخطرها، وبتقوم بعملية خطيرة جدا جدا وهي في فلترة الدم. فلترة الدم يعني ايه؟ يعني بتاخد الحاجة الزايدة من الدم وتخرجها بره الجسم، وتاخد الحاجة برضو الضارة من الدم وتخرجها بره الجسم، والحاجة اللي محتاجها الجسم بتخليها في الدم زي ما هي. يعني عند هذه الكلية القدرة على انها تعرف ايه احتياجات الجسم. فالجسم مثلا محتاج بوتاسيوم، فما تنزلش البوتاسيوم وما تخرجهوش في البول. الجسم فيه زيادة بوتاسيوم ومش محتاجه تخرجه في البول. الشغلانة الدقيقة دي جدا بتقوم بيها جزئية صغيرة قوي اسمها نفرون، موجودة في الكلى. الكلى فيها كم نفرون؟ فيها مليون نفرون شغالين 24/7، يعني 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، يعني ما بتتوقفش أبدا. طب هي الكلية اللي فيها مليون دي فيها مليون وحدة في الفلترة قد إيه؟ تخيلوا الكلية دي قد إيه؟ 9 سنتي طولها تقريبا، يعني لو شفنا الماوس ده، شايفين الماوس ده؟ يعني الكلية الواحدة تقريبا حجمها زي حجم هذا الماوس ده، تقريبا برضه حوالي 9 سنتي، وبرضه محدب كده مقعر، هو اللي داخل لجوه كده مقعر زي الكلى. فالكلى عاملة زي هذا الماوس وفي حجمه تقريبا. البتاع ديت فيها مليون وحدة فلترة من الأجهزة التي تقوم بكفاءة عالية جدا بفلترة الدم. زي ما احنا عارفين الدم أي حاجة في الجسم نقدر نعرفها من خلال الدم، يعني كل الفيتامينات والمعادن والإنزيمات والهرمونات اللي في الجسم بتنعكس صورتها في الدم. لما بنعوز نعرف أي حاجة في الجسم ناقصة عن حدها ولا زايدة عن حدها في بعض الأحيان زي الكوليسترول مثلا، بنعمل تحليل إيه؟ بنعمل تحليل دم. يبقى إذن ما هو موجود في الدم هو الصورة الحقيقية للجسم ومحتوياته من المغذيات. الدم ده بيمر على الكلى، بيمر على وحدات الفلترة اللي هي اسمها نفرون، اللي فيه منها مليون في كل كلى. النفرون الدقيق ده أما بيمر على الدم، سبحان الله، بيروح مصص اللي في الدم، جايب اللي في الدم كله عنده، ما عشان يفرز. انت لما تحب تفرز حاجة تعمل ايه؟ مكان زحمة وعايز تفرز حاجة تعمل ايه؟ يعني تخيل مثلا كده ان انت دخلت اوتوبيس مثلا فيه 100 راجل، وعايز تشوف فيه مثلا كم واحد مجرم، فبتعمل ايه؟ احسن طريقة يعني تدخل الاوتوبيس وتنقي تشوف مين المجرم وتطلعه، احسن طريقة لما يكون هذا الاوتوبيس زحمة انك تفضي الاوتوبيس من الناس كلها، وبعدين تبتدي بقى تشوف الناس، ده مش مجرم اطلع على الاوتوبيس، ده مش مجرم اطلع على الاوتوبيس، لا انت مجرم خليك على جنب نوديك ايه للمحكمة، حاجة زي كده. كل ده بيتم في جهاز اسمه نفرون، حجمه واحد من المليون من هذه الكلية. بيقوم بهذه العملية بتركيبة عجيبة دقيقة جدا من الإنزيمات والهرمونات والأنسجة والخلايا المعدة لذلك. لو اختل هذا الجهاز اختلت مكونات الدم، يعني اختلت مكونات الجسم.
يعني اختل الجسم وبدأ ينهار. لو الخلل زاد شوية في شوية بتبقى حالة اسمها رينال فيلير أو فشل كلوي، والحالة دي حالة خطرة وليس لها حل إلا حاجة من ثلاثة، يا إما الغسيل الكلوي الدياليسيس، يا إما كيدني ترانسبلانت زرع كلية، يا إما الواحد بيتوكل على الله. ففي الفيديو الجاي كده هوريكم شوية حاجات لما هذا الجهاز يعني الكلى والجهاز البولي تختل وظائفه إيه اللي بيحصل، فهذكر بعض أهم الأمراض وبعض الأسئلة اللي تخص هذا الموضوع ونجاوب عليها كتابة مع خلفية موسيقية خفيفة كده. تابعوا معنا الجزء التالي، أهم أمراض الجهاز البولي.